مساء النور شباب وبنات كل اللي قاعد يتابعوني. اليوم ان شاء الله راح تكون محاضرتنا عن الـ clinical correlations of bones of upper limb. ببساطة راح نتحدث عن fractures of upper limb. راح ناخذ عدد من البونز اللي هي الكلافيكال هيومرس والالنر راديوس. راح ناخذ عدد من الفراكتشرز اللي تصير بذني البونز الموست كومن. اكثر بون راح نتحدث عنه اللي هو الهيومرس، راح يكون عندنا سيفيرال تايب اوف فراكتشرز. الفكره من هاي المحاضره مجرد انه فكره انه لما يصير عندي فراكتشرز شلون افكر، هاي كل الفكره. فهي كمحاضره انه مجرد فكره الكلينيكال كورليشنز، فكره الفراكتشر، فكره الابنورماليتيز اللي ممكن نواجهها، هاي كل الفكرة اللي ممكن راح تكون على المحاضرة. تابع المحاضرة. مثل ما نشوف فايترز عندنا الكلينيكال كورليشن اوف upper limb. ناخذ كجنرال ايديا، the aim of treating an injured limb is to preserve or restore its function. هنا الفكره شنو؟ الفكره انه احنا لما مثلا انه انا عندي صار injury بالابر limb، خلينا نفرض مثلا بالهاند بالكاربس، طبعا بالكاربس او برس اوف ذا هاند راح يكون عندي عدد من الأوتار، التندنز والنيرفز والليجمنتس، هو عندي ستركتشرز موجودة بالريست. أنا طبعا هاي ستركتشر إذا مثلا أنه أنا عندي فكرة التريتمنت أنه لازم أحافظ على الفونكشن بشكل يعني إلى أكثر شيء أقدر عليه. فإذا مثلا أنا أرجع الأوتار بشكل خاطئ ممكن يسوي ديفكت بالفونكشن، بحيث أنه مثلا إذا واحد قاعد يرفع أصبع مثلا الاندكس راح يرفع الميدل فينجر بهذا المعنى. فبهاي الطريقة فإنه هي الغاية الأساسية من التريتمنت مال الأبر ليب إنه رجع الفانكشن الأساسية مالتها. هي هاي الفكرة، هو هذا شغلنا كسيرجن إن شاء الله بالمستقبل. طيب عندنا مبدئيا الكلافيكولر فراكتشر. The clavicle varies more in shape than most other long bones. يعني ال variation أو أكثر بون عنده variation بالشكل بالشيب مالته فهو راح يكون ال clavicle. The clavicle is thicker and more curved in manual workers. يعني إحنا thickness ال shape أساساً the shape of the bone thickness مال البونز بشكل عام راح يعتمد على هذا الشخص نفسه. يعني مثلا اذا انت طالب مجرد ان تمسك القلم، انا هذا تحدثت عنه بالجنرال اناتومي بمحاضره السكلتال سيستم، فانه مجرد انه يعني كل شغلك باليوم هو ان تمسك القلم، انه تكتب، تدرس، انه هذا كل شغلك. فالبونز مالتك ما راح تكون الثيكنس مالتها ما راح يكون كبير مقارنه مثلا يعني اللي اقصده انه مثلا اذا مانوال وركر او شخص يروح للجيم ويرفع اوزان عاليه، فاكيد الثيكنس وحتى الشيب مال البونز راح يختلف عن هذا الطالب اللي قاعد مقضى حياته بس يكتبوا على اللابتوب والى اخره. فهاي الفكرة هنا الكلافيكال، لأنه الكلافيكال هو حلقة الوصل أو البوني اتاتشمنت الموجود ما بين الأبر لم والثوركس أو الترانك، فلهذا السبب الكلافيكال راح يتحمل يعني جهد عالي، راح يتحمل كضغط عالي، أوكي البرشر اللي راح يكون عليه عالي. الفانكشن مالته بشكل اساسي هي ربط، اوكي ربط الابر لم مع الترانك، فلهذا السبب راح يكون هو عرضه للتروما، عرضه لكل الاصابات، عرضه لكل الضغط راح يكون عليه عالي، فلهذا السبب راح يكون الثيكنس والكيرف الكيرفتشر مالته راح تكون اكثر بالمانوال وركرز. The clavicle is one of the most frequently fractured bones. يعني إذا أريد نسوي استيميشن إنه شنو أكثر بون قاعد يصير بي إنجري، فرح نلاحظ إنه هو الكلافيكل بهذا المعنى. الآن عندنا أول فراكتشر، وهو الفراكتشر الوحيد اللي راح ندرسه هنا عن طبعا هاي المحاضرة تكون مختصرة ما بيها تفاصيل كثيرة، كل الفكرة إنه مجرد عرض، لأنه إحنا بعدنا ما درسنا بشكل ديب، أوكي بعدنا يعتبر إنه بعدنا يعني ما بلشنا دراسة فعلية بالأبر لم، ولهذا السبب يعني ارتأيت صراحة أن تكون المحاضرة هاي بسيطة، ما أريد أتعقد الأمور أكثر، لأنه هنا أنا أدي كثير من النيرفز، كثير من المسلز،
الليجامنتس الى اخره، اذن راح يكون تفاصيلهم بالمستقبل ان شاء الله، راح ناخذ كلينيكال كورليشن يكون اعقد بالمستقبل. فكرة هنا الكلافيكولار فراكتشر، طبعا هذا المكان، هذا المكان اللي قاعد يصير بفراكتشر هو ببساطة نسميه الويست اوف ذا كلافيكل، اللي هو راح يكون الاتاتشمنت ما بين اللاترال 1 ثيرد والميديال 2 ثيرد. الميديال 2 ثيرد واللاترال 1 ثيرد تحدثت عن هذا الشيء، يعني الاكروميال اند والسترنال اند راح يكون الاتاتشمنت او نقطة الاتصال نسميها الويست اوف ذا كلافيكل، يعني خسر الكلافيكل. ومعروف ان الخسر انه يكون هو يعني اشر اللي نقول انه اقل سمكا من باقي الترانك مثلا، يعني انه مثلا انه نقول انه هذا الشخص خسر ضيق انه يعني بهذا المعنى. فهاي من هاي الفكرة يعني اجت انه الويست اوف ذا كلافيكل انه اضعف نقطة بالكلافيكل، فلهذا السبب الكسر يصير بيها. هنا في حالة إذا صار أنا عندي كسر بالكلافيكل، عندي هاي العضلة، هاي العضلة اللي هي هاي كلها، أوكي هاي صايرة قسمين، يعني هاي العضلة اسمها سترنوكلايدوماستويد، سترنوكلايدوماستويد. هاي العضلة شو تسوي ببساطة؟ هاي العضلة قاعد تسحب الكلافيكل أساسا بالشكل الطبيعي إلى الأعلى. فمن يصير فراكتشر بالكلافيكل بهاي النقطة شو راح يصير؟ هاي الميديال فراجمنت اللي هي هاي راح تنسحب الى الاعلى، اوكي راح تنسحب الى الاعلى، وبسبب ان نقطة الاتصال الوحيدة البوني اتاتشمنت اللي موجودة ما بين الابر لم والترانك هي عبارة عن الكلافيكل، فاللي يعني انه هذه الابر لم كلها راح تنسحب بسبب الجرافيتي الى الاسفل، يعني ثقل راح يصير. لو لاحظ انه لاحظ هذه الصورة الخلف، هاي مثل ما قاعد نشوف هذه الصورة الخلف اللي هو المكان الاساسي اللي المفروض تكون به بسبب الجرافيتي، اوكي فنزلت الى الاسفل، اوكي وبالتالي شنو بسبب يعني بسبب انه قوة الجاذبية، يعني هاي الفكرة. فاللي صار انه نزلت الى الاسفل، الصاق صار انه عندي اللاترال فراجمنت صارت انفيريورلي، والميديال فراجمنت صارت سوبيريورلي. طبعا بسبب انه هنا البكتورالس ميجر اللي هي العضلة اللي تتصل طبعا بالهيومرس، شنو اللي راح تسوي؟ راح تسحب الهيومرس ميديالي، اوكي راح تسحبه ميديالي، صارت هاي الفراجمنت مسحوبه ميديالي بهذا المعنى. فهذا هو الفراكتشر ببساطه، الكلافيكولار فراكتشر، هذا اكثر فراكتشر شائع. شلون يصير هذا الفراكتشر ببساطه؟ انه عندنا طبعا هذا الهيومرس الابر لم كله، انه مثلا يوقع، طبعا كثير شيء يصير بالاطفال انه يوقع مثلا طفل وهو انه فاتح ايده ووقع. الفكرة أن التروما راح تجي على الإيد، على الهاند، بعدين على السائد الفور أرم، بعدين يعني البونز أوف فور أرم، بعدين الهيومرس، وتنتقل إلى الكلافيكل. لأنه ذني طبعا كلهن يعني راح يكون إلى حد ما يعني مثلا الهيومرس قوي، يعني ممكن يتحمل أكثر من الكلافيكل، فهي راح تتجمع كل القوة وتجي على الكلافيكل المسكين، فراح تكسره بأضعف نقطة اللي هي الويست of the clavicle، اللي هي الاتاتشمنت اللي صار ما بين الميديال 2 ثيرد واللاترال 1 ثيرد. هذا كان كل شيء عن الفراكتشر اوف ذا كلافيكل او كلافيكولار فراكتشر. الان نتحدث عن الهيومرال فراكتشرز، عندنا عدد من الفراكتشرز. اول فراكتشر اللي هو افولشن اوف ذا جريتر تيوبركل او جريتر تيوبروسيتي. هنا الفكرة شنو؟ الفكرة أني عندي هاي المصل اللي هي عدد من المصلز، ولكن واحدة منهن السوبر سباينس، السوبر سباينيتس مصل. الفكرة هنا اللي راح يصير إن هذه الجريتر تيوبروسيتي أو تيوبركل راح يصير لها افولجن. شنو معناتها؟ إنه راح تنقطع، يعني راح شر نقول إنه تصير يعني كلها تنقطع، مثل ما قاعد نلاحظه كأنه هاي كيكة يعني وقطعت جزء منها بهذا المعنى، فراح تنقطع تماما وراح تنسحب لهناك بسبب إنه طبعا هي هاي اللي ماسكة الهيومرس، يعني مثبتة المفصل، اوكي مثبتة المفصل، فراح يصير نوع من الديسلوكيشن، وبالنهاية شنو اللي راح يصير؟ راح يصير روتيشن، ميديال روتيشن للهيومرس بسبب انه متصلة بالبكتورالس ماينجر وعدد من المسلز، فراح يصير لها ميديال روتيشن. هذا هو ببساطة الفراكتشر، هذا نوع من انواع
الفراكتشرز اللي تصير بالهيومرس اللي هو افولجن اوف ذا of the greater tuberosity or greater tubercle. النوع الثاني اللي هو ممكن يصير fracture بالشفت of the clavicle, بالشفت of the humerus. هنا شو اللي راح يصير؟ ببساطة انه راح يصير كسر بمنتصف, تقريبا بمنتصف الهيومرس, يؤدي الى شنو؟ يؤدي الى هاي الصورة اللي قاعد نشوف. هاي الصورة ببساطة شنو؟ هاي الدلتويد متصلة بالبروكسيمال اند او بروكسيمال فرجمنت اوف ذا هيومرس, بالنهاية راح تسحبه, اوكي, تسوي له ابدكشن, اوكي, راح تسوي له ابدكشن وبالنهاية راح ينفصل, راح نشوفه انه هنا مفصول, وراح يبين ببساطة انه اكو بروز. يعني من يجي مثلا المريض انه عنده يعني fracture of the humerus of the shaft, فراح نشوف ببساطة انه مبين يعني الهيومرس من الجلد, يعني خادش حتى الجلد, اوكي, ممكن فعلا يخدش الجلد ويطلع من الجلد, يعني ممكن هاي الحالة ماكو مشكلة, يعني عادي ممكن تصير. والباقي طبعا يعني باقي لو نشوف انه البايسبس هي اللي ماسكة هنا, هاي البريكيو الكوراكا بريكيوس ايضا هي اللي ماسكة, بريكيو بريكيوس ماسكة البريكيو رادياليس والى اخره, فذين المصلز هن اللي ماسكة يعني هاي الديستال فراجمنت وبقيتها بمكانها. هذا النوع الثاني من الفراكتشر. طبعا هذني الفراكتشرز اللي قاعد اتكلم عنهن ان هن الموست كومن, اكو كثيرات, يعني اكيد انه هو بنهايه اعظم انه ممكن الفراكتشر يصير باي مكان. ببساطه ممكن يعني طلقه انه عيار ناري, يعني ممكن يصير فراكتشر باي مكان, يعني بشكل راندوم, يعني ما ممكن نتنبأ مثلا انه خلاص بس ذني الفراكتشرز اللي صار, لا, هذني الموست كومن مو اكثر. فعندنا اول شيء السيرجيكال نك, ممكن انه بالسيرجيكال نك, احنا تحدثنا عن السيرجيكال نك, ممكن يصير فراكتشر بالسيرجيكال نك. هنا الفكرة طبعا انه ذني الفراكتشرز احنا راح نتحدث عنهم بالمستقبل, يعني راح نتحدث بشكل تفاصيل اكثر, وراح يكون عندنا كلينيكال كيسز راح نحلها ان شاء الله. اسئلة اليوس املي ايضا راح نحلها, ولكن الفكرة هنا شنو؟ الفكرة عندي السيرجيكال نك, اذا صار فراكتشر بالسيرجيكال نك, اي نيرف راح يتأثر؟ اللي هو الاكسيلاري نيرف. بهذا المعنى, فالفكرة انه اي نيرفز ممكن يتأثرن بالسيرجيكال نك, نحفظها ان الاكسيلاري نيرف لانه راح يكون موجود يعني قريب من عنده. عندنا الراديال جروف, اوكي, الراديال جروف, الراديال جروف اللي نعرفه بوستيريوري تو ذا يعني at the posterior surface of the humerus, ببساطة انه لما يصير له فراكتشر راح الراديال نيرف راح يتأثر, راح يتضرر, ممكن ينقطع, ممكن يصير له مثلا دامج بطريقة معينة. ف ببساطة هو الراديال نيرف اللي راح يتأثر لما يصير عندي فراكتشر بالراديال جروف. ادي الديستال او ديستال اند اوف هيومرس, اذا صار بالديستال اند فراكتشر, اوكي, او اي انجري, راح يأثر على الميديان نيرف. راح تعرف طبعا على الميديان نيرف والراديال نيرف والاكسيلاري نيرف ان شاء الله خلال المحاضرات القادمة. الميديال ابيكونداي, الميديال ابيكونداي هي ببساطة هاي الميديال ابيكونداي ممكن يصير لها فراكتشر وحدي او افولجن, ممكن يصير لها افولجن وراح تسبب بدمج او انجري للالنر نيرف بهذه البساطة. فهذه الفكرة يعني هنا أنا مجرد أرد لي كل فراكتشر, هذين الموست كومن يعني فراكتشرز اللي تصير للهيومرس, كل فراكتشر شنو هو بالضبط واي انجري ممكن يتأثر بهذا الفراكتشر. ننتقل الى الراديال اند ulnar fractures. طبعا انا ما تحدثت عن السكابيولا, لان السكابيولا او شيء يعني ممكن يصير السكابيولا ولكن مو most common, وبنفس الوقت انه الفراكتشر مالته يعني احيانا هو يسوي هيلينج وحده, لان السكابيولا يعني مغطى بالمصلز بشكل كبير, فلهذا السبب صراحه ما ذكرته, ولكن اذا رحت المصدر راح تشوفوا مذكور, راح تشوفون انه مذكور نفس الكلام اللي هذا قلته, ما ذكرين اكثر تقريبا. يعني عندنا طبعا هذه الراديال اند ulnar fractures, ما ذكر عنهن غير بس حاله عن الراديوس وحاله عن الالنر. حاله الراديوس اللي هي fracture at the distal end of the radius, ببساطه مثل ما قاعد نشوف هذه الدستال اند راح يصير كسر هنا بهذه المنطقه, واكيد يعني راح تسبب هذا هنا الكسر, يعني
إلى أضرار، لأنه هذا قاعد يسرق بالكربل تنل، ممكن هنا نيرز، ممكن أرتريز، ممكن أي شيء. طبعا هو الكسر بالبونز بشكل عام أنه ممكن يأثر على السوفت تيشو بشكل عام، على المسلز، سواء كان مسلز، سواء كان يعني نيرف، سواء كان أرتريز، فينز، أنه ممكن يأثر، لأنه ممكن يخدشن يعني. ممكن أساسا هو أثناء الكسر يعني هاي تكسرها ويعني تمزق السوفت تيشو أيا كانت. أوكي طيب، هذا بما يخص الراديال. أما بما يخص الألنر، فممكن الستايلوت بروسس أوف ألنا، أوكي هي موست كومن يعني. طبعا مثل ما قاعد نشوف إنه هاي وقعت، فبالموست كومن بهذه الحالة، هذه الحالة اللي قاعد تصيرها طبعا نورمال أناتومي، هذا بهاي الحالة من رح توقع هاي البنية أو الليدي، أوكي خلينا نقول ليدي، من رح توقع بهذه الطريقة رح نشوف هذا اللي رح يصير. فإذا كانت الوقعة كلش قوية تكفي لأنه تكسر الـ styloid process of the ulna والـ distal of the radius، فرح يصير عندي هاي الحالة. أما الـ styloid process مثل ما نشوف avulsed، يعني avulsion رح يصير لها avulsion. avulsion مثل ما قلت أنه يعني رح ينكسر جزء، رح تنقطع جزء من الـ bone بهذا المعنى، فهذا اللي ممكن يصير بـ الأمة بهذه البساطة. فهذا كان كل شيء عن الفراكتشرز. طبعا اكو الفراكتشر اوف سكافويد، اكو فراكتشر اوف هاميت، اكو فراكتشر اوف فلانجيز، ميتاكاربس، الى اخره، ميتاكاربل بونز، كل ذني الفراكتشرز. ولكن صراحة انا اختارت فقط ذني لانه انا الموست كومن، وبنفس الوقت انه يعني انا مو الفكرة التركيز على انواع الفراكتشر، ما اكو كثير، اكو كثير وراح ندرسه ان شاء الله يعني بالتدريج، يعني ما يحتاج انه اثقل عليكم. نفس الوقت انه مجرد قدرت اخذ فكرة انه احنا البونز من تنكسر انه تأثر على السوفت تيشو، هاي فكرة مهمة قدرت انقلها من خلال هاي المحاضرة. ايضا انه الفكرة المهمة انه لازم يكون بتفكيرنا انه الموست كومن شنو هو بالضبط، لانه مثلا انه بهذه الحالة، هاي الحالة مثلا ممكن تصير هواي، فمن يجي مثلا شخص عنده هاي الحالة، عنده يعني وقع بهذه الطريقة ونشك انه عنده فراكتشر، فلازم نفكر بانه شنو ممكن فراكتشر سبب ضرر للسوفت تيشو. اوكي بهذا المعنى. ايضا الحالات الكثيرة مثلا انه طبعا مثلا هاي بهاي الحالة انه نعرف لما يكون بهذه الطريقة شنو ممكن يكون، مثلا انه هذا قريب من الراديال جروف، فاللي نفكر انه هل صار دامج للراديال نيرف، صار انجري ولا لا. فهاي الفكرة اللي بالسيرجيكال نك، ايضا الاكسلاري نيرف، نفكر بهذه الطريقة، فيكون تفكيرنا بالعادة يعني موجه على انه الضرر بشكل اساسي انه احنا نريد نعالج البون اكيد، ولكن ايضا نفكر لانه ذني موست كومن، فنعرف يعني نعرف المشاكل اللي راح تسببهن. يعني مثلا انا اذا جيني مثلا بشخص انه عنده كلافيكولر فراكتشر بهذه الطريقه، يعني هو هذا الموست كومن، فلانه اعرف انه هو هذا الموست كومن، فشفته انه طبعا ببساطه ممكن اسوي له بالبيشن واعرف انه الفراكتشر بالضبط وين وشون صاير، فراح افكر ببساطه انه ذني النيرف اللي قاعد أشوف إن هذا الأصفر النيرفز، ذني اللي قاعد أشوف إن هل صار لهم دمج ولا لا. مثلاً السبكليفيان أرتري اللي هو الأرتري اللي يغذي الأبر لم كله، فهل صار بيه ويغذي شوية من الصدر، يعني هم عاتين من البكتيروس ميجر، فهل صار بي ضرر، هل تأذى ولا لا، أكو نزيف ولا لا. فرح لأنه ذني موست كومن فأعرف وين قاعد يصير، فرح يكون توجه تفكيري بهذه الناحية، شنو ممكن الضرر اللي سبب الفراكتشر بهذا البون. هاي الفكرة اللي حبيت أنقلها صراحة من هذه المحاضرة. هذه المحاضرة كانت مجرد فكرة الفراكتشرز بشكل عام، يعني بشكل عام شنو الفراكتشرز، وذني الموست كومن عن ذني الثري بونز أو الفور بونز اللي تعرفنا لهم. هاي الفكرة فقط اللي حبيت أوصلها، فما يحتاجون أقد أنفسهم. مجرد طبعا أنت حضرت المحاضرة الآن هسه صار عندك فكرة، ما يحتاج حتى أصلا تقرأ المحاضرة، لأنه ما في شيء أساسا يقرأ كلها صور، مجرد هاي فقط أن استذكر ذني المهمات. لهنا انتهت عندي المحاضرة، أتمنى أن تعجبكم، أتمنى أن وصلتكم الفكرة اللي أريد أوصلها. إذا عجبكم الفيديو لايك سبسكرايب، شاركوا القناة لأنه القناة صراحة قاعدة تتعبني، وقاعد يكون عندي إلى حد ما أحيانا صعوبة بالتوازن ما بين دراستي وما بين القناة، قاعد أحاول أقدم لكم أكبر فائدة أقدر عليها. نلتقي إن شاء الله بفيديو آخر.